فترة من يمكن مش عارف كم 10 سنوات أو 8 إجوا سجلوا عنا كأسرة أيتام. إحنا جينا زرناهم، بعتنا الباحثة الاجتماعية زارتهم، كان وضعهم لسه أسوأ من هيك، لسه جديد هون دهنين البيت وهيك، كان أسوأ ظروف. فكنا نساعدهم مساعدات عينية، وكل ما يجينا كاش من متبرعين فنحسب حسابهم. برمضان كنا كل رمضان نلف مع متبرعين نمر لعندهم ونعطيهم أي مساعدة نقدية حتى يدفعوا كهرباء، يشتروا أشياء حاجيات أساسية. وإجت وإلهم إحنا أعطيناهم كارت علاج يتعالجوا هم البنتين والأم عندنا مجانا، تقريبا شبه مجانا، لأنه في صبية منهم أنوار، عائشة مريضة عندها روماتيزم وعندها ربو وهيك أشياء، فكانت كيش تتعالج من عندنا نعطيها العلاجات الأدوية مجانا. وكمان والدتهم كانت تيجي تتعالج، فكنا كل ما يجي حدا متبرع نيجي نجيب لهم أشياء، أكل شرب، أحيانا الحرمات بالشتوية، مساعدات موسمية للعيد ولهيك أمور. فباستمرار بس يعني إحنا ما في هالإشي الإشي الكبير إنه بيجينا كل، لأنه في عنا عدد يعني مخيم تقريبا 300 أسرة أيتام، فكل لما يجينا شيء احنا بنحاول يكون في عداله نوزع على الاسر، فهم دائما لما يحتاجوا شيء يجوا. وهم تقريبا يعني افقر الاسر عندنا، وضعهم كثير سيء، ما بيستفيدوا، ما في لهم رواتب، وفي لهم كمان طفل صغير كان يجي، احنا كنا بنيجي يجي يساعدنا، مش يساعدنا، يجي يسجل عندنا بمشاريع الجمعيه، دعم نفسي او برامج، اي برامج ثانيه. وهم كمان الصبايا نفس الشيء، حاولنا احنا نعلمهم مهنه معينه حتى هم يصيروا يشتغلوا، بس كان صعب لانه امهم مريضه ووحده مريضه والبنت الصبيه مريضه الثانيه عائشه، وهي اللي تشتغل كانت انوار، هي الوحيده يعني المعين للعيله، فكان صعب انهم هم يكونوا مشاركين معنا باي دورات او برامج الا اذا كان فاضيين. بعتنا اسمه أكثر مرة للإغاثة، سواء مساعدات طرود أو لحوم أو غيره. والمرة الماضية كمان لما طلبوا مني الإغاثة أسر لصيانة المنازل أنا حطيت اسمهم وإجوا زاروهم، وعم ينتظر يكون في لهم صيانة لبيتهم. طيب إيش أخذوا مساعدات مثلا من الإغاثة الإسلامية غير المساعد الحالي؟ في تلقوا أي مساعدات قبل؟ طرد خير أخذوا طرود برمضان، أوكي، ولحوم مرتين او ثلاث مرات، كل ما يصير فيه توزيع لحوم لهم. ممتاز. حصة. شو كمان صار في توزيع؟ بس هاي الاشياء. مشروع الصيانة زارهم الفريق الهندسي. الصيانة زاروهم. ممتاز. سجلوهم كمان سخان شمسي، لأنه ما عندهم جيزر. ما شاء الله. ما في سخان شمسي. والآن بمساعدات الشتاء الآن نزلت لهم المساعدة. هاي مساعدات الشتاء كمان نزلت. ممتاز. عظيم. الحمد لله. بتحب تضيفوا شيء يا جماعة؟ خالتي أو صبية؟ عندي ربو، عندي روماتيزم مؤثر على مفاصلي ايدي ورجلي. قديش عمرك؟ أنا عمري 28 سنة. العمر كله إن شاء الله. يلا يبارك. إذا دمخت الأكل النهاردة؟ أنا الأكبر. طيب. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا باخذ والدتي وأختي بالليل نطلع بروح نلم خبز خردة، شو بصح لنا الحمد لله، يعني هالعرباية بيلي فانكسرت، هلا كسرت يعني مرت، باخذ عرباية والدتي بترك أختي عنده وبروح، بروح بالليل يعني عشان بالنهار ما حد يشوفني، يعني تقريبا بعد صلاة العشاء. شو بتعملي؟ بلم خبز وخردة وعلب فيه وجديد لما كراتين، بس هي مبتلة. شو بتسوي فيهم بعد هيك؟ كنت اخذهم لياهم جارنا هون الي، قال لي بس تلمي كثير باخذ لك اياهم، بس هيك ترى هون تركتهم في الشارع. طب يعني بيجيبوا مردود كويس هالاشياء ولا ما؟ لا والله بس الحمد لله يعني مستوره والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نشكر الله يعني فضل رب العالمين، شو ما جابوا نعمه. الحمد لله. ما جربت تشتغلي شيء معين او هيك؟ لا والله عشان والدتي كبيره بالعمر وعامله عمليه يعني ما بتشوف ظهرها، ما بتشوف. اختي عشان عندها روماتيزم وهيك ما بتقدر. ما بتقدر، فانت الشخص الوحيد اللي هو بقوم فيه. الله يقويك. عيون شمالها شو بدهن؟
كثير مي زرقاء، مي زرقاء. طيب احنا بنعمل لكم، بنعمل لها عمليه، تجيبوا لنا عندها معها تغيير طبي؟ اه عندها بس قديم، نجيب واحد جديد. انه بحاجه لعمليه ودوا لنا اياها وخذي منكم التقرير وصور عن هويتهم ودي لنا اياها ان شاء الله. بس هاتي ايش تعالج عنا، عندنا دكتور عظام احنا. مرة عندهم على المركز تعالجي وودونا التقرير. ان شاء الله. عمليات عندنا بالصحة اللي في عندها مي زرقاء بعينها. هاي طبعا عم بغطوها هم بيتدفوا على على الغاز، يعني مستخدمينه وسيلة للتدفئة ولتسخين المياه وللطبخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تشرفنا النهارده بزيارتكم الأخت أنوار والأخت عائشة والأخت تركية، الحاجة التركية، حاجة تركية في عائلة في مخيم إربد. مخيم إربد من إخواننا الفلسطينيين اللي أنشئ منذ نهاية الأربعينات القرن الماضي، والمخيم حاليا زي ما احنا داخلين أصبح بيوت وأصبح بيدل على كيف أن الناس بيهملوا قضايا معينة وبيهملوا أزمات معينة، فالناس بتعيش مدة عشرات السنين في مخيم واحد، يجي جيل أول وثاني وثالث ويبنوا البنات اللي احنا شايفينها دي كلها. ده الشيء اللي احنا بنخاف منه لما يحصل في مخيمات السوريين، مخيمات اخرى ايضا في اماكن مختلفة. طبعا الناس الحالة صعبة جدا لان المناطق دي مناطق باردة مش سهلة يعني، ومناطق يعني ثلاث نساء في بيت واحد محتاجين العون الدائم، بنتهم الكبرى تلم كرتون تلم الخبز وتلم الأشياء دي كلها عشان التكسب ونعيش عيشة كريمة. والإنسان لما يقارن نفسه بعائلة كريمة بعائلتنا هنا يجد إن بحبوحة العيش اللي احنا عايشين فيها سنحاسب عليه. والنعمة وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة الله هي شربة الماء أو حتى التبول بالماء، يعني إن في يوم من الأيام أعتقد سأل عن الرشيد أو سأل حد تاني عن قيمة الثروة اللي عنده لو هو في الصحراء ما كانش معاه مال، ما كانش معاه أي شيء، هيموت من العطش، الحصر في نص ثروته. وسألوا هذا الشخص مرة أخرى عن إذا حبس الماء في جسدك ولم تستطع إخراجه، الحصر في النص الثاني من ثروتي. فثروة لا تساوي شربة ماء ولا تساوي تبول، يا ثروة زائلة. احنا بنشكر الاخوات على انهم سمحوا لنا بزيارتهم. ان شاء الله الاخت ميسون من جمعية ايه؟ فاروق الايتام، جمعية فاروق الايتام هي بترعاهم، واللغات الاسلامية بتحاول تساعد الاخت ميسون وجمعية فاروق عشان يكون في تكامل ما بين جمعية محلية زي جمعية الفاروق، جمعية دولية زي جمعية الإغاثة الإسلامية. فلا أدري ماذا أقول إلا أننا أقول حياكم الله، يعني لا نستطيع أن نصبر صبركم ولا أن نتحمل كما تتحملوا، وأنتم الأقوياء ونحن الضعفاء. فأتمنى أن الإغاثة وغيرها يرعى هذه العائلات اللي موجودة في هذا المكان منذ كم سنة؟ منذ عام 1948 وإلى الآن موجودين في المخيمات الفلسطينية.
مين في مدينة إربد؟ إربد الأردنية إن شاء الله. الحاجة عايزة تتكلم؟ الحمد لله، الله يجزيكم الخير. محتاجة إيه أنت قولي؟ ودي صوب للدفتر من الأوقات ليه؟ آه اللي هو الغاز بدها صوب تدفع هي والبنات هاي. آه صوب يعني دفاية. دفاية بكم الدفاية؟ عندك الكاز 40-50، عندك الغاز لغاية 80. الصوب نفسها بكم؟ هي الصوب الغاز الكاز هن نوعين. في كاز 40-50 وفي غاز تكلف حدود 80 يعني 90. 80 دينار يعني. ما جربتها. ما جربتها. وبعد كده كل مرة تقبلها جرة. بيصيروا بدلوا جرة. يعني كل أسبوع بدهم جرة. لا دكتور اسبوع 10 ايام بدهم يبدلوا جره. يعني الصوبه ب 80 صوبه ثابته مع الجره. مع الجره مع الجره, مع الجرة. يعني 100 دينار مع الجره. وبعدين كل شويه يقبلها. طب خلاص شو يعني قبلها صوب مش انا مشان. انا بس بقولها لان في شاب طيب يعني قال لي هو كلمني وقال لي الحاجه اسمها ايه تركية. حقة تركيا. قال لها لما تقابل حقة تركيا قالت لها صوبة. الله يبارك فيك. خلاص قالت لك الصوبة خلاص. الله يبارك فيك. مش أنا للراجل. الراجل اللي يعطي الله يعطي. صعب يا الله. يا أماني. نعم. أنا في البداية هم بيلموا هاي الكراتين عشان يبيعوها. آه. البنت هاي الصغيرة. ثم الكراتين مفتيحة هو ما يوراكي يتلفي.